تحت قبة واحدة وفي محفل يحتفي بلغة التواصل الثقافي، يطل من قلب مدينة أبوظبي مهرجان الحصن في حلة مميزة من بعض ما كان من تراث ومن بعض ما كان من تاريخ ترويه جدران هذا الحصن الشامخ. هنا حيث تفاصيل الحياة السابقة بعراقتها وغناها تعد للحياة من جديد. بطولات القهوة العربية مقدمة من دائرة الثقافة والسياحة، هذه البطولات اليوم تشهدون نسختها الثالثة في مهرجان الحصن. طبعا تسعى هذه البطولات بلا شك ترسيخ الدور الكبير اللي تبذله دائرة الثقافة والسياحة في حضور القهوة العربية وحفظ موروثها بعد أن تم إدراجها في القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو في العام 2015. هناك العديد من الجهود لحفظ هذا التراث. بدأت الرحلة بإنشاء بيت القهوة وبعد ذلك المركز التدريبي، وها هي البطولات اليوم. تركز هذه البطولات على تقديم يعني مجموعة من المسابقات، بطولة صانع القهوة، وهذه بطولة يعني تركز على الثقافة والمعرفة والمهارة وأيضا حفظ الموروث عند كل مشارك في هذه البطولة بشكل خاص. نركز هنا على مهارة التحميص وأيضا مهارة العرض أمام لجنة التحكيم المختصة في التراث لنتابع إلمام هؤلاء المشاركين بثقافتهم وموروثهم. هناك أيضا بطولة أخرى تركز على التحميص ومهارة التحميص، وهي عن فئتين. جميع المسابقات حقيقة في بطولات القهوة العربية عن فئتين، فئة القهوة الشقرة وفئة القهوة المتوسطة الغامقة. أيضا هناك عندنا جائزة أفضل مشروب مبتكر من القهوة العربية، وهذه الجائزة يعني تبحث عن مستقبل حضور مذاق القهوة العربية في الأفكار والابتكارات اللي تطلع من قبل يعني المختصين في البحث عن مناطق جديدة يمكن للقهوة العربية أن تكون فيها إضافة. البطولات مفتوحة للجميع، لمن يلم بثقافة القهوة العربية، وسعداء اليوم أن نحن يعني بطولات القهوة العربية جزء من مهرجان الحصن في هذه الصورة التراثية الكبيرة. حاضر القهوة وهي أحد عناصر التراث وركائز الضيافة والثقافة المحلية. حقيقة هناك معايير يعني حاولت اللجنة الحكام على الحفاظ فيها، وكذلك على أن يكون المتسابقون المتنافسون متمسكين بهذه المعايير، منها الاحترافية في عمل القهوة العربية. ليست القهوة العربية أو القهوة الإماراتية مجرد صناعة قهوة فقط، ولكن هي قهوة يحتاج أن يكون فيها شغف وروح للمكان ولا للمجتمع. فحقيقة وضعت معايير للقهوة العربية، منها كيفية تسوية القهوة، كذلك عملية مثلا الشغف الذي لابد أن يتملكه المتنافس في البطولات القهوة العربية. سعيد جدا بتواجدي هنا كمحكم للتراث في البطولات القهوة العربية، كمحكم من دولة المملكة العربية السعودية. أيضا سعيد بوجود مثل هذه المسابقات اللي تحتفي بالتراث وكذلك تحتفي باختلاف الثقافات وكيف أنها تتعايش وأنها تتشابه. أيضا سعيد جدا برؤية الشباب يتنافسون في موروثهم اللي مفيد جدا في نشر السلام والمحبة بين الشعوب ومختلف الدول. أنا أبو المعرس في عرس الحصن. طبعاً ننقل الصورة هذه عن تراثنا العربي الأصيل للعالم، أنهم يشوفون تراثنا كيف هو حي وهو جميل، عرفت كيف؟ فأنا اليوم أجسد شخصية أبو المعرس. نخلي مبارك ولدي يعرس في الملكة، اليوم الحين صارت عندنا الملكة،
شتنا المشهد هذا طبعا للملكة، وإن شاء الله بعدين بتشوفون في أحداث ثانية اللي هي كيف يتم العرس، العرس العربي الأصلي. طبعا اولا انا سعيد يعني خلوني ان اكون مخرج لهذا العمل، لهذا اليوم الجميل يعني لهذا مهرجان قصر. فطبعا نحن كممثلين من مسرح ياس عندنا هو التمثيل، المشهد التمثيلي في المهرجان، فهو عرس الحصن اللي طبعا نبدا به اولا من الملكه، ومن بعد الملكه نتجه إلى الزهبة، الحريم يروحوا يزهبون، ومن بعد الزهبة طبعا يكون عندنا مشهد هناك هو مشهد الدلال، ومن خلال المشهد الدلال أيضا هناك نداء بأن اليوم الساعة 9 مثلا بيكون هو الفرح، بحيث أنه يخبرون الناس كلها أنه عندنا فرح. ومن بعد هذا طبعا ننطلق إلى مشهد زائر، ودخلنا مشهد الزائر زائر الحصن طبعا، وكانت هذه فكره جميله جدا بان زائر الحصن جاي يعني كزياره، ولكن اليوم هذا كان في فرح استانس طبعا اقدم هذا العرس التراثي الجميل الحلو اللي فعلا افتقدناه نحن، ونبي طبعا اطفالنا وابنائنا يتعلمون على اصاله الاجداد، يعني اللي يقول اللي ما له ماضي ليس له مستقبل ولا حاضر. طبعا أنا سعيد لمشاركتي في هذا المهرجان كممثل في هذه القصة هذه اللي تدور عن ماضينا وموروثنا في الإمارات. تتكلم القصة عن الزواج، طبعا كيف الولد يخطب ما عنده الأهل الثانيين الزوجة، كيف يكون العادات، كيف تكون التقاليد، كيف تكون طريقة المهر، كيف تكون طريقة يعني هو يتكلم عن جميع الموروث الإماراتي. عرس الحصن هو عرض تراثي إماراتي يستعرض تاريخ الأجداد وتاريخ دولة الإمارات. أنا دوري دور الدلال، الدلال اللي هو يدلل على المواد اللي يبي يبيعها التاجر سواء المشتري أو البايع، وأقوم بالدلالة عليه على حسب المزاد اللي يصير عندنا، الدلالة أعلى سعر لأعلى بايع. ونعتبر كمشاركة لنا مسرح ياس في هذه التجمع العرس الثقافي الفني بأن هي مشاركة فنية غالية على قلوبنا، ونحن نتشرف في هذه المشاركة. طبعا أول شيء دوري هو المعرس، وأنا جدا فخور جدا فخور أني أقدم هذا الدور. نحن حاليا ياسين نراوي الناس كيف كانت الأعراس سابقا، وكيف كانوا يجهزون حق العرس والزهبة وهذه الأمور. طبعا تبدأ الفعالية أول شيء تكون الملكة، وبعدين تبدأ زهبة العروس، وشوية يبقى مشهد الدلال، النهاية تكون العرس. الناس اللي ما حضرت مهرجان الحصن أنا أقول لهم تعالوا احضروا مهرجان الحصن، مهرجان جدا جميل، أجواء جميلة، تعالوا راح تستفيدون وتتعلمون وايد أشياء يمكن ما عرفتوها قبل.